Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, marhaban bikoum fi video jadid. Liouma, inshallah, gadi nchoufou taqwim ou dam ديال الوحده الاولى صفحه 21 22 23. الوغ دائما مرجع الواضح في النشاط العلمي للسنه الثالثه. اذا غادي نبداو بالتمرين الاول تقويم التعلمات. الوغ جو بار لانترو دون شاكان دو سي غروب داليمون. عندنا دي غروب داليمون, هاد لي غروب هادو يعني مجموعه كامله ولكن فيها واحد لانترو. بحال باغ اكزومبل هنايا عندنا في المجموعه الاولى عندنا النشويات ولكن معاهم الزبده ولا الجبن. اذا هذا الجبن من مشتقات الحليب. الوغ ضربوا على 4. عندي هنايا مشتقات الحليب, عندي الجبن الحليب الجبن الطبيعي الى اخره, الجبن المكرره والمعدل. هنا عندي الموز, الموز هادو من اللي فخوي نحيدوهم. عندي الخضر الفواكه البيض, البيض من منتجات اللحوم والالبان, اللحوم باردون, اذا اللحوم والمشتقات ديال اللحوم, اللحوم البيضاء حمراء البيض الى اخره. اذا نضربوا على البيض. وعندي هنايا اللحوم, اللحوم الحمراء البيضاء الاسماك, وعندي الخس. اذا نحيد الخس لانه من الخضر والفواكه. غنمشي للسؤال الثاني. وقارن عدد الحركات التنفسية خلال الراحة عند أشخاص من أعمار مختلفة ثم أملأ الفراغ بما يناسب. إذا العمر باغ إكزومبل عندي بضعة أيام, عدد الحركات التنفسية 40 حتى 50 حركة في الدقيقة. 5 سنوات كينقص ولا 25؟ شوفوا معايا من 15 حتى 20 عاود رجع نقص ولا 20. أكثر من 20 سنة من 16 حتى 18. إذا ينقص عدد أو تنقص عدد الحركات التنفسية, العدد ديالهم كينقص كلما تقدم العمر. يعني باش ما كنتزادوا في العمر باش ما عدد الحركات التنفسيه تنقص. التمرين الموالي, التمرين الثالث تقوم تعلمات. اذا اقارن حجم الرئتين خلال الحركه التنفسيه واكتب في البطاقه ما يناسب, يعني يزيد او ينقص, ثم اشير بسهم داخل الدائره الى منح الهواء. شهيق, اذا اثناء الشهيق حنا كندخلوا الهواء الى الرئتين وبالتالي الحجم ديال الرئتين كيتزاد, يعني الحجم ديال القفص الصدري. اذا هنا القفص الصدري يزداد حجمه. اذا الحجم ديال القفص الصدري هو اللي كيتزاد لاننا كندخلوا الهواء الى الرئتين. السهم غيكون نحو الاسفل بينما الزفير نحن نخرج له. شوفوا معايا غير الرئتين كيفاش دايرين. اذا بينما الزفير, اذا حنا كنخرجوا الهواء من الرئتين وبالتالي حجم القفص الصدري ينقص. اذا القفص الصدري كينقص الحجم ديالو, القفص الصدري كينقص لاننا كنخرجوا الهواء عبر عمليه الزفير. ندوزو التمرين الرابع. ضع علامه في خانه السلوك المضر بالجهاز التنفسي. التنزه في الغابه سيبون لانه الهواء نقي. النوم في غرفه مغلقه بها فحم يحترق لا, لانه ممكن تعرض لاختناق. اللعب قرب مطرح للنفايات لا كذلك. فتح نوافذ البيت للتهويه مزيان. الجلوس بجوار المدخنين لا. ممارسة التمارين الرياضية نعم. إذا نكملو مع الهرم ديال الأغذية. إذا تناول طفل خلال يومين الأغذية التالية. إذا عندنا الفطور, عندنا الغداء, اللومجة والعشاء. في الفطور عنده كأس حليب خبز زبدة مربى. في الغداء خدا قطعة دجاج أرز ياغورت ماء. في اللومجة خدا قطعة كعك ومشروب غازي. في العشاء خدا بيضة معكرونة ماء. اذا ارتب الاغذيه التي تناولها الطفل في الهرم. اذا الى لاحظتوا راه ماكلاش لا فواكه لا خضر, يعني عنده غير التركيز على المواد السكريات. المربى كعك مواد سكريه, اغذيه دهنيه عندنا الزبده, اللحوم وبدائلها عندنا الدجاج البيض, حليب ومشتقاته عندنا حليب ياغورت, خضر وفواكه فيد ما عندي حتى شي حاجه فيها الخضر والفواكه. النشويات عندي الخبز الارز المعكرونه, يعني ثلاثه الانواع ديال النشويات في يوم واحد. والمشروبات عندي ماء ومشروب غازي. اذا هنا بطبيعه الحال لاحظتوا هاد التغذيه ديال الطفل غير متوازنه. لا, اذا هي ماشي متوازنه. علاش؟ لم يتناول اي نوع من الخضر والفواكه, ما خدا حتى شي نوع ديال الخضر والفواكه. اذا اقدم نصيحه لهذا الطفل. اذا يجب تنويع الاغذيه والاكثار من الخضر والفواكه. اذا نوعوا الاغذيه ديالنا تكون متنوعه ونكثروا من الخضر والفواكه. غادي ندوزوا لأدعم تعلماتي في صفحه 23. اذا غادي نبداو بالتمرين الاول. عندنا مجموعه من الاغذيه وعندنا المجموعات الغذائيه. واحد المشروبات, المشروبات عندي الماء
هو اللي عندي. اذا كتبوا واحد هنا، واحد الماء اللي عندي، جوج النشويات والحبوب. النشويات والحبوب عندي الارز، جوج غنكتب جوج وغنكتب فقط، دونك هادشي اللي عندي. اذا عندي غير الارز هو اللي كاين في النشويات والحبوب. ثالثا الخضر والفواكه. ثالثا عندي الجزر، عندي اليقطين، هادو من الفواكه والخضر. اذا جزر يقطين. الحليب ومشتقاته رقم 4، الحليب ومشتقاته. دونك غادي ندير 4 ياغورت، عندي غير الياغورت والجبن، دونك 4 4 4 4. بالنسبه للحوم وبدائلها رقم 5، رقم 5 عندي السمك، عندي البيض، وعندي الدجاج. سمك بيض دجاج كلهم غنكتب فيهم 5، 5 5 5. بالنسبه لثلاثه دونك هنايا عندي حتى الاجاص، نسيت الاجاص، دونك ثلاثه الجزر واليقطين والاجاص. نمشيو لسته، سته المواد الدهنيه. عندي الزبده، الزيت، الزبده زيت، زبده وزيت. وعندي اخيرا السكر والمنتجات السكريه هي رقم 7. دونك عندي الحلوى رقم 7، حلوى. فوالا غادي ندوز دابا للتمرين الثاني. جونتور لاليمون كو جو دو مانجي دو طون اون طون اي اون بيتيت كونتيتي، يعني لي زاليمون اللي خصني ناكلهم مره فشحال وناكل فيهم غير شويه. دونك رقم 1، رقم 3، رقم 6، رقم 8. نقدروا نزيدوا حتى رقم 4 صراحه، لانه لي فخيت ما خصناش ناكلوهم ديما، حتى هما ناكلوهم غير دو طون اون طون وغير بدي بتيت اون بتيت كونتيتي. ندوز للتمرين الثالث، اقرا النص واكتب في البطاقات بماذا يفيدني النوم، يعني شنو هما لي بيان في ديال النوم. يحس اخي الصغير ذو 7 سنوات بتعب شديد وعدم القدره على التركيز فيحصل على نتائج سيئه، رغم انه ياكل جيدا ويمارس الرياضه بانتظام. رافقته امي الى عياده الطبيب الذي فحصه وسال عن مده النوم اليوميه لاخي، قالت امي 6 ساعات. قال الطبيب عليك ان تنام 10 ساعات يوميا، فخلال النوم ينتج جسمك مواد تساعدك على النمو ويستعيد نشاطه وتستمر في حفظ ما تعلمته خلال اليوم. اذا يساعد الجسم النمو، يساعد الجسم على النمو. اذا النوم، باردون هنا النوم، النوم يساعد الجسم على النمو، لما نعسناش ما نكبروش. النوم يساعد او يستعيد الجسم نشاطه، خلال النوم يستعيد الجسم نشاطه. النوم يوفر الطاقه اللازمه للقيام بالعمليات الذهنيه او الانشطه المختلفه. اذا هادو كلهم لي بيان في ديال النوم، خصنا نعسو الساعات الكافيه باش نجدو الطاقه ونرتاحو ونستعدو باننا نديرو لي زاكتيفيتي ديال النهار اللي جاي. الوغ هادو هما الاجوبه، نتلاقاو ان شاء الله في الوحده الثانيه، كونوا في الموعد، الى اللقاء.